يزال يجود ويمنح السعود، ويفتح كم من باب مردود، ويهيئ الواقفين على أبوابه للدخول إلى رحابه حتى يجمعهم اللواء المعبود لصاحب المقام المحمود في اليوم الموعود، فيكون محطة تهيئهم لدخول جنات الخلود. له الحمد وهو الكريم الودود، له الحمد وهو الذي بالإحسان أبدا يجود، له الحمد وهو الغفور الودود الفعال لما يريد. إنه هو يبدئ ويعيد جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد وعد الأمة خيرا وأجرى لها برا وعظم لها قدرا، ووعد نبيه فيها وعود الصدق، وأن لا تزال فيها الطائفة القائمة على الحق إلى آخر الأيام. والحق ظاهر مؤيد ما بقي القرآن، معجزة سيد الأكوان، عصمة الأمة من أنواع الفتن، وسبب سلامتهم من البلايا والمحن. جعلنا الله وإياكم من المتصلين بالقرآن، والمغترفين من بحار علم القرآن، والمرتبطين بالقرآن، والمطلعين على أسرار القرآن. اللهم وفر حظنا من القرآن، واجعلنا عندك من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. وهذه فوائد مرور الزمان عليك أيها المؤمن بالرحمن، وأن يأتيك رمضان والشهر الذي بعده ويتمادى بك الزمان آنا فآن، لتكون من أهل القرآن قبل أن يحين الأوان وتنتقل من هذا العالم، وتخرج من ساحة الفرصة وساحة الغنيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لك في هذا العمر. وإن كان في عالم الدنيا أنواع من الفتن والمصائب والمحن، فالفرص فيها وسبب الارتقاء فيها والغنيمة فيها وحيازة الدرجات فيها وتصحيح الشؤون فيها وغفر الذنوب لمن استغفر فيها وكشف الكروب لمن استكشفها فيها والاستعداد لما بعدها فيها. فما أعجب هذه الحياة وما أغتر هذا العمر القصير الذي آتانا الله، رزقنا الله اغتنامه ورزقنا الله سبحانه وتعالى عمارة لياليه وأيامه. وما هي إلا ليلة بعد ليلة، ويوم إلى يوم، وشهر إلى شهر. اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها، اللهم بارك لنا فيها. ويرد الوارد مثل هذا الذي ودعناه عليه رحمة الله تعالى الحبيب علي بن شيخنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب إلى عالم البرزخ، فيجد آثار ما كان يذكر وما كان ينطق ويتكلم بلسانه من أنفاس العارفين أو ذكر أسمائهم أو ذكر أوصافهم أو ما بثوه من نصائح ومواعظ كان يتلوها في مجالس خاصة وفي مجالس عامة في ليالي وأيام وفي مجامع يحضرها كرام مع كرام مع كرام، وفيهم من ينظر وفيهم من يرتقي وفيهم من يكون لما يكون، وتجتمع تلك الشؤون حتى إذا جاءت ليلة المضوى إلى القبر كانت له نورا كالبدر، وكانت له أثرا من آثار الاتصالات بأهل المراتب الرفيعات إلى جوانب من مشاهدة أرباب الحضور مع الله تبارك وتعالى وسماع كلامهم، وما يثمر ذلك في خلق الإنسان وما يثمر في تعلق قلبه بمولاه وبأهل حضرة مولاه، وأهل حضرة مولاه سيدهم محمد بن عبد الله، والكل في تلك الحضرة حول السيد المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي،
وأهل تلك السلطنة لهم السلطنة على من سواهم، لأنهم محل نظر مولاهم جل جلاله وتعالى في علاه. أعلى الله درجاته وأعلى الله درجات من مضى ممن واليناهم في الله وجمعنا الله بهم في دار الكرامة، وهو راض عنا، ولا تزال الحياة ترينا ذلك وتأخذ من بيننا خيرا بعد خير، وصالحا بعد صالح، ووليا بعد ولي، وصاحب هدى بعد صاحب هدى. والله يبقي فينا الأخيار ويحبب إليهم البقاء فينا ويكثرهم بيننا ويلحقنا بهم ويسير بنا في دربهم خير الدروب. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهي اعتبارات لمن يعتبر. هذا أمامك انقضت أيامه وهو أكبر منك، وذا في سنك وذا أصغر منك في كل يوم، وهم يرحلون عن هذه الحياة ليقال لك أيامك معدودة فاغنمها، لياليك محدودة فاغتنمها، أنفاسك لا تزيد ولا تنقص فلا تضيعها، وكن من الذين يغنمون الليالي والأيام بحسن المجالسة أو المؤانسة أو الاتصالات هذه المعنوية. يذكر بعض الصالحين أنه لما رأى منصور بن عمار عليه رحمة الله، وكان من أهل الوعد وكان من أهل الإرشاد وكان من أهل التذكير بالله جل جلاله، لما رأيته فقلت ما فعل الله بك؟ قال أوقفني بين يديه وقال لي في قول يعاتبني فيه ويقول يا فلان لولا أنك كنت تذكرني في المجلس مجالسك فمر بك يوم ولي من أوليائي فاستحسن ما قلته فاستوهبني إياك فوهبتك له، لولا ذلك لعذبتك، لولا ذلك لعذبتك. الواحد مر من آل حضرتي ومن آل عنايتي وأنت في تذكيرك ووعدك فاستحسن ذلك فاستوهبك إياك، استوهبنا إياك فاستوهبك منا فوهبناك له، ولولا ذلك لعذبته. في هذه الشؤون كان كثير من أرباب الإنشاد يفرح إذا أنشد في مجلس وفيه من يكون محل الخير أو للسر ويتوقع أن يكون من أهل المنزلة، قال دعاهم بأحسنت وأحسن الله إليك وحده كافي، لأن إحسان الله إذا انفتح ما عاد له طرف، إذا فتح لك باب إحسانه ما عاد في نهاية. ذا إحسان من؟ وذا كرم من؟ إذا فتح لك باب الإحسان سبحانه وتعالى فليس له منتهى وليس له غاية. يا رب أكرمنا بإحسانك وواسع امتنانك، وهو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما قيمة إحسان المحسنين إلا أن يفتح لهم باب إحسان رب العالمين، هناك القيمة، وإلا ماذا يساوي إحسان المحسنين كلهم؟ ولكن لكونه يفتح لهم باب إحسان ربهم عظم، وكان الرتبة العلية في الدين لا يرتقى إليها إلا بسلم الإسلام والإيمان حتى يذوق يحوز الإنسان نصيبه من الإحسان. وفي هذا الإحسان يرتبط بالرحمن ارتباط قوي حتى يغلب على قلبه وفكره وجود ربه وهيبة ربه ونظر ربه إليه، فيصير حاله كما قال نبينا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكيف كأنك تراه؟ كأنك تراه، إيش التعبير العظيم هذا؟ كأنك تراه ومن هو؟ وكيف تقوم عبادته وأنت تعرف إذا حلت هيبة شيء من مخلوقاته ولو حيوانات؟ لو كان قابلته رأيت حالك كيف تكون إذا قدك كأنك تراه؟ وإذا رأيته أمامك فكيف حالك إذا بدت لك بادية من شهود الملك الأعلى الرحمن جل وعلا؟ الله يكرمنا بنصيب من هذا الذوق، ندخل به مع أهل ذلك الفوق عليهم رضوان ربنا جل جلاله. وغنيمتك ذي الأيام والليالي، وما تدري إلا مجلس من مثل ذا المجالس جمعك، فبه الله نفعك واستجابك وسمعك ورقاك مع من يرقي سبحانه وتعالى.
فلا تضيع أيامك ولياليك، فإن سراق الأوقات لعبوا بأعمارنا لعب، واجتمعوا على سرقة أوقاتنا الغالية وأعمارنا بوسائل مختلفة، حتى صار العدد الكثير من أبناء أهل الإسلام في المشرق والمغرب تمر أوقاتهم وأعمارهم هدر في ضياع، في موجب ندامة يوم القيامة، في موجب حسرة يوم الطامة، في أسباب سوء خاتمة، في أسباب انقطاع عن اللواء المعقود، في أسباب بعد عن الحوض المورود والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولعبوا بأوقاتهم لأنهم استجابوا لهم، ولأنهم انساقوا لسوقهم ولما أخذوهم إليه، ولو أحسنوا الإصغاء لنداء الرب وحبيبه المقرب لما اختاروا إلا ما هو أطيب وإلا ما هو أجمل وأفضل من الأقوال والأفعال ومن المجالس. هو كلما خطر لأحدهم خاطر يفتح ذا أو ينظر إلى ذا أو يذهب إلى المجلس الفلاني، أين ميزان المراقبة؟ وأين قربك من معنى شم ريحة كأنك تراه، كأنك تراه جل جلاله وتعالى في علاه، كأنك تراه، وأعطاك المفتاح لأخذ نصيبك من هذا الشهود والذوق والوجد؟ قال لك: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما دمت تستيقن أنه يراك فأين هيبة رؤية الملك الأعلى؟ أين هيبة رؤية معالم السر وأخفى إياك؟ فإنه يراك جل جلاله وتعالى في علاه محيط بك وبأحوالك وشؤونك كلها، والله من ورائهم محيط جل جلاله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيا من أوتي بالسمع والبصر وأمد بنور العقل والفكر، وجه همتك إلى العلي الأكبر، واغنم لك من أيام العمر الذي هو شانه شان ممر، اغنم منه أن تحوز نصيبا من ذوقي إدراك سر رؤيتي إياك مولاك إياك، فتصير أنت في معاملتك له كأنك ترى، من قوة يقينك أنه يراك، من قوة يقينك أنه يراك تصير أنت في معاملة كأنك ترى. تعالى في علاه حينئذ ما يتسلط عليك عدوه، ولا ترضخ وتخضع لنفسك ووسواسها وشهواتها وأهوائها، وتجاهد وتصدق وتكابد وتخلص القصد للواحد الأحد الفرد الصمد، فتتشرف بقصد رب العالمين رافع السماء بغير عمد، فبشراك بقصده إن خلص قصدك وصفاء وانفرد للواحد الفرد جل جلاله. هذا مقتضيات الإيمان، وهذا مقتضيات التصديق بالقرآن المنزل وبلاغ النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. فقد أحسن خطابنا وتعليمنا وإرشادنا وتوجيهنا، فهو لكل مقبل من أمته كأنه معه حاضر بحسن البيان وأسرار البلاغ عن الرحمن، من ما جعله الله الأمين عليها أعظم الائتمان، وما أتمن غيره على رسالة للعالمين إلا هو، وفي عمر قصير بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. ويجب أن نبحث عن سر رجوعنا إليه، وأنه مرجعيتنا في الشؤون في الظهور وفي البطون، فلا يفتننا المفتنون من أرباب الجحود وأرباب الاغترار وأرباب ترويج الشر في معرض الخير، فيحولون بيننا وبين استقامة في فكرنا
أو استقامة في نظرنا، فنستحسن ما هو سيء ونستحسن ما هو قبيح ونميل إلى ما هو خبيث والعياذ بالله تعالى عند الله جل جلاله. فإنها من جملة السرقة، إذا قد عرفوا يسرقون وقتك تمكنوا من سرقة ذهنك وعقلك وفكرك ووجهتك بعد ذلك، لا تمكنهم يسرقون وقتك فيصلون إلى وجهتك كلها، لأنها ساحة الدخول إلى الوجهة. إذا قد سرقوا عليك من الأوقات وشغلوك بما يضر من منظر أو مسموع سيء قبيح، لما وعندك القدرة على ضبط نفسك وأنفاسك وأن لا تسمح بها تروح فيما لا يرضي الرب جل جلاله، وتستطيع تتزود في كل نفس بما هو نفيس وبما تحصل بما العطاء الأنفس، فراقب أنفاسك وراقب ساعاتك واغتنم، تغانم ساعة العمر من قبل المنية، تغانم العمر من قبل الحنط والكفن. وتذكر إنذارات جاءت من لسان الحق بلغها الأنبياء في ندامات تحصل كبيرة لمن لم يتدارك بالصدق والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. اسمع لسان أهل الحكم، من نثر ومن نظم، واسمع أوصاف خير العرب والعجم، انظر إلى ما تسمع من نصائح يتكلم بها أخوانك بالدلالة التي وصلت ومن أثار الرسالة التي بلغت، وخاطب نفسك بالعمل لتكتفي الأثر مع من يعمل حتى تصل مع من وصل. ولا تقول قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، ومن صدق مع الله تبارك وتعالى يسر له العسير وقرب له البعيد وهون عليه شديد وأسعده مع كل سعيد، حتى يأتي يوم الوعيد والنداء فيه من الحميد المجيد، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله يقسم لنا بنصيب من هذا الصدق. اصدق في حضورك، واصدق في توجهك إلى الله، واصدق في محبتك للخير، واصدق في قيامك للصلاة، واصدق في حملك الهم، واصدق في اغتنام العمر لتحوز نصيب من سر الاتصال بالقرآن، تدرك بالسمع والبصر والفكر الذي آتاك الله سبحانه وتعالى نصيبك من هيبة شهود رؤية الله إياك. فالخير كله هناك إذا شهدت ولم يغفل قلبك عن اطلاع عليك، وأنه يستوي عنده سرك وعلانيتك وظاهرك وباطنك وحديث لسانك وخواطر جنانك، كلها عنده سواء، أحاط بكل شيء علما. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فيا من كان هذا شأن الرحمن معه، تقرب إلى هذا الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد. ليش هذا القرب وما معانيه؟ تأمل، تفكر، تبصر. من يأخذ فكرك إلى الدناية ليلة بعد ليلة ويوم بعد يوم؟ ادخل ميدان الفكر الشريف الرفيع النزيه، وانظر إلى آثار الذين صدقوا مع الله فصار لهم مسك عطار وانتشر في جميع ساحات الأقطار، من روح ريحهم دخل وسط الأفكار واشتغل بالقراءة دايم والأذكار، تعلق، تولع، توله، توجه، تنبه، صدق مع الحق، ما عاد يصبر عن ذكر ربه، ما عاد يصبر عن تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان يقول فيه سيدنا عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله.
تدبر معانيه ورتله خاشعاً، تفوز من الأسرار بالكنز والذخر، وكن راهباً عند الوعيد وراغباً إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر. ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. الحمد لله على نعمة القرآن فينا، اغنموا نصيبكم منه واعمروا أوقات خصوصاً ما بين المغرب والعشاء، وإن واصلت ما بينك وبين الله بالقرآن في السحر فذاك وقت من شريف أوقات النظر، من شريف أوقات العناية من الكريم الأكبر سبحانه وتعالى. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة والأرواح الطاهرة، فيعظم التجلي عليك ووصول النور إليك. تلك السكينة تنزلت للقرآن، قال لسيدنا أسيد بن حذير عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ولو استمريت في القراءة، يقول معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، لو مضيت في قراءتك لأصبحت والناس ينظرون إليها. ولكن قام لما خاف على ولده من هيجان الفرس وقطع القراءة وكان يقرأ القرآن الكريم. اللهم اربطنا بالقرآن واحشرنا مع أهل القرآن واجعله شاهدا لنا عندك في العمل بالصدق في العمل بما دعانا إليه. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وبارك لنا في أشهرنا وأيامنا وليالينا، وأصلح ظاهرنا وخافينا، وعم أهل مجمعنا ومن يسمعنا بنظرة من نظراتك ندرك بها سر الإقبال عليك بشهود أنك ترانا، فنعاملك كأننا نراك، تهيئنا بذلك لانبساط بساط القرب حتى نحظى برؤية وجوه أهل حضرتك، وبها نشاهد وجه صفيك ومن بينهم سيدهم ومصطفاهم صلى الله عليه وآله وسلم. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء، أكرمنا برؤيته، أسعدنا بمرافقته، واحشرنا في زمرته، واجعلنا في أهل مرافقته في دار الكرامة. يا الله يا الله يا الله، ما أعظم الطلب وأنت أعظم يا رب، فأجب دعاءنا ولبي نداءنا، حقق رجاءنا، وفر عطاءنا، اكشف غطاءنا، اسمع دعاءنا، كن لنا بما أنت أهله يا رجوانا، يا عدتنا، يا ذخرنا، يا حصننا، يا أمننا، يا من أنت الملاذ لنا وإليك مفزعنا في كل شان ومهمة ظاهرا وباطنا، يا حي يا قيوم، وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، جد علينا بما أنت أهله، أصلح لنا وللأمة الشان كله، وادفع عنا السوء وأهله، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.